الإعلام بيحتاج فعلا لهندسة، صحيح فهو الإعلام ليس زي ما بيقولوا مطلق كده وعلى فعلا يعني براحته، فعلا ولكن هو مقيد أحيانا، قد لا صحيح تجد فيه الحرية اللي أنت عايزة، لكن بقصد أنه عايز هندسة حتى في التعامل مع بالضبط الإعلام. كذا. فأنا أعتقد أنه المجالين قريبين لبعض. صحيح، سؤالك جميل أستاذ. الحاجة دي لاحظناها في نفسنا مثلا، أنا ومحمد مثلا، ممكن هو يوضح لك الحاجة دي. زي ما عارف أنت، الظهور التلفزيوني، الظهور عبر الشاشة، تحتاج لتنسيق اللبس كيف والقعدة كيف والصوت يطلع كيف لو أنت شغال في الإذاعة لوحدك على الميكسر. فالهندسة ساعدتنا في الجانب ده كثير، صحيح يا محمد؟ صحيح. التعامل مع الأجهزة. أي ممكن الإعلام هو يتعامل بصورة ممتازة جدا مع الجهاز، لكن البيجي دارس للهندسة وعارف الأجهزة، خصوصا نحن مجالنا يعني شوية قريب للإندستري، الحاجات الصناعية الإلكترو كده. أنا ميكانيك وهو بيتروكيميكال، فالتعامل ده ما لقنا فيه صعوبة. بعد كده الاختيار بتاع الملابس، بنحب القشره كذا في اللبس. طيب حلو جميل، بعدين معذبني شديد يعني، معذبك حسي؟ شديد حتى على لا لا، صعوبة الاختيار دي اسكت فيها، بس انت ما تتكلم على مستوى المواضيع نفسها اللي انت بتختاروها اللي المختار.